هلو everybody، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي وطلابي الغاليين، طلاب بريب وان اللي داخلين بريب وان. ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير، وبحيي كل المامز والدادز اللي بيتابعونا على قناة المتواضعة، قناة دروس رياضيات ماث اونلاين. ان شاء الله النهارده باذن الله هنستكمل الكورس التاسيس الخاص ببريب وان. حبايبي اللي داخلين بريب وان، هنتعلم النهارده ازاي نعمل ادنج للبوزيتيف والنيجاتيف نمبرز. ان شاء الله السيشن هتكون سهله وبسيطه جدا جدا، ولا اسهل بس مهمه جدا جدا. في البدايه يا ريت كل الناس تبقى موجوده في جروب التليجرام، سايبه لكم في صندوق الوصف، لازم كلنا نبقى موجودين في جروب التليجرام. يلا بينا نبدا على بركه الله. قلت لك مثلا فور اكزامبل، لو قلت لك نيجاتيف 3 ماينس 2، جميل جدا، هنتفق على حاجتين مهمين جدا جدا. ببص على الساين، الساين اللي هي الاشاره او العلامه اللي قدام النمبر، يعني مثلا كده لو قلت لك بالشكل ده، دي كده الساين ايه؟ الساين بتاعتي نيجاتيف، يعني النمبر ده نيجاتيف لانه قدامه نيجاتيف، يبقى ده اسمه نيجاتيف نمبر. طب لو قلنا مثلا 3 بالشكل ده، كده ما قدامهاش حاجه، اعرف ان هي بوزيتيف، اعرف ان هي ايه؟ بوزيتيف. يبقى قدامها علامه الماينس، يبقى كده نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 3. طب ما قدامهاش حاجه كده بوزيتيف 3، يعني ما قدامهاش حاجه كده بوزيتيف. اوكي، اول حاجه عشان اعمل ادنج ببص على الساين. لو لقيت الساين زي بعض، نيجاتيف ونيجاتيف او بوزيتيف وبوزيتيف، يعني اول حاجه ببص على الساين، لو لقيتهم زي بعض شبه بعض ار ذا سيم، هما الاثنين زي بعض، اعمل بلس للنمبرز. اعمل بلس لايه؟ للنمبرز. او 3 بلس 2 5 اهي، واخد الساين اللي هي نيجاتيف، ما كده كده زي بعض. جميل، يبقى زي بعض اعمل بلس، زي بعض اعمل بلس، ار ذا سيم ميك بلس، اعمل بلس. اوكي اوكي، طب تعالى كده، هنا دي بوزيتيف ودي بوزيتيف، يبقى زي بعض 3 بلس 2 ايكوالز 5، وطبعا دي عارفينها لانها سهله جدا. تعالى اللي بعده، هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف، يعني زي بعض ار ذا سيم، يبقى زي بعض، يبقى هعمل بلس، هقول 5 بلس 3 ايكوالز 8، واخد الساين بتاعتهم اللي هي النيجاتيف، يبقى نيجاتيف 8. يبقى زي بعض اعمل بلس، زي بعض اعمل بلس، زي بعض اعمل بلس، وخد الساين بتاعته. هنا نيجاتيف 5 نيجاتيف 8، هنا مستر زي بعض نيجاتيف ونيجاتيف، يبقى خلاص اعمل بلس، 5 بلس 8 ايكوال 13، والساين بتاعتهم نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 13. اظن تافهه جدا وبسيطه جدا جدا، ار ذا سيم هنعمل بلس، هما الاثنين زي بعض اعمل بلس وخد الساين بتاعتهم. طب جميل، طب يا مستر معلش، طب ثانيه واحده، في حاجه بسيطه احنا ما خدناش بالنا منها اهي. طب ما دي بلس وما ماينس. بص يا حبايبي، لما يبقوا اثنين ورا بعض مختلفين يعرف ان هم ماينس، كانها ماينس، تمام؟ لما تلاقي واحده بوزيتيف نيجاتيف ورا بعض اعرف ان هي ماينس. جميل جدا جدا، يبقى هنا ماينس وهنا ماينس. طب جميل، هنا 3 ماينس 5، جميل. تعال نبص كده على الساين بتاعتنا، احنا قلنا ار ذا سيم نعمل بلس، زي بعض بنعمل بلس للنمبرز وناخد الساين. طيب جميل، قال لي هنا بص كويس معايا، هنا دي كده ما قدامهاش حاجه، انا بص ناحيه ايه؟ ناحيه اللايفت، ما قدامهاش حاجه كده، دي بوزيتيف بس مش مكتوبه، ما بنكتبش البوزيتيف في البدايه. طب ودي نيجاتيف، كده مختلفين، نعمل ايه بعد كده؟ قال لي لو لقيتهم مختلفين اور ديفرنت، يعني هما الاثنين مختلفين، اعمل ماينس، قول 5 ماينس 3 ايكوالز 2. تمام، وبعد كده شوف الكبيره قدامها بوزيتيف ولا نيجاتيف، الكبيره قدامها نيجاتيف يبقى تاخد نيجاتيف، النمبر الكبير ياخد نيجاتيف، يبقى النمبر اللي هو ال5 مالكش دعوه بالساين، ال5 اهي هي الكبيره قدامها نيجاتيف يبقى تاخد نيجاتيف. جميل، او ممكن واحد يقول لك ايه، هي الكبيره قدامها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ قدامها نيجاتيف، اكتب نيجاتيف، ومختلفين اعمل ماينس، مختلفين اعمل ماينس وخد الساين بتاعت الكبيره. مش فاهم؟ تعالى افهمك، هنا الكبيره بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الكبيره بوزيتيف، اهي ال5 بوزيتيف، يبقى خلاص اعرف ان النمبر اللي هيجي هنا بوزيتيف. طب كده شبه بعض ولا مختلفين؟ كده مختلفين، واحده نيجاتيف وواحده بوزيتيف، يبقى اعمل ماينس، اعمل ايه؟ ماينس، مختلفين اعمل ماينس، 5 ماينس 3 ايكوالز 2، يبقى الانسر هتكون 2، وقلنا الكبيره بوزيتيف يبقى الانسر هتكون بوزيتيف، الكبيره تسيطر. يبقى لو متشابهين بنعمل بلس وبناخد الساين بتاعتهم، لو مختلفين بنعمل ماينس وناخد الساين بتاعت الكبيره. تمام تمام، طب هنا يا مستر، هنا دي كده بوزيتيف بس مش مكتوبه، ودي نيجاتيف كده مختلفين، خد الساين بتاعت الكبيره، الساين بتاعت الكبيره 9 اهي، الساين بتاعتها نيجاتيف، يبقى الانسر نيجاتيف، مختلفين اعمل ماينس، 9 ماينس 4 ايكوالز 5، يبقى نيجاتيف 5. يبقى لو شبه بعض اعمل بلس، لو مختلفين اعمل ماينس، هنا عشان مختلفين عملت لهم ماينس. هنا تعالى الكبيره بوزيتيف، يبقى الانسر هتكون بوزيتيف. طيب تعالى شبه بعض ولا مختلفين؟ هنا مختلفين، يبقى اعمل ماينس، 8 ماينس 5 ايكوال 3، وبما ان الكبيره بوزيتيف المفروض هنا نكتب بوزيتيف، بس البوزيتيف ما نكتبهاش في الاول. تمام، يبقى نتفق مع بعض، شبه بعض اعمل بلس وخد الساين بتاعته، طب مختلفين اعمل ماينس وخد الساين بتاعت الكبيره.
ماينس خد الساين بتاعك الكبير لما يكون مختلف. اظن تافهه جدا. في كم معلومه مهمه جدا جدا لازم نخلي بالنا منها حبايبي الشطار. ايه هي؟ قال بص يا سيدي، لما تلاقي تو ساين ورا بعض اعمل ايه؟ بص معايا، يعني هنا مثلا نيجاتيف 3، هنا نيجاتيف نيجاتيف، حاجتين شبه بعض يبقى في الحاله دي يبقوا بوزيتيف. فيهم كده مع بعض لفه مع بعض واعملهم بوزيتيف. حاجتين يجوا ورا بعض تو ساين ورا بعض شبه بعض اعرف انهم بوزيتيف، شبه بعض بوزيتيف، مختلفين يبقوا نيجاتيف. يعني بص كده، دي ودي مختلفين، يبقى كده كنا شلت دي ودي وحطيت مكانهم نيجاتيف. فهمت انا قصدي ايه؟ يعني بص كده، هنا عشان شبه بعض عملت شلتهم هما الاثنين وحطيت بوزيتيف. طب لو هنا شبه بعض شيلهم هما الاثنين وحطوا بوزيتيف. فهمت؟ يبقى شبه بعض لما يجي تو ساين ورا بعض، لما تلاقي مثلا نيجاتيف ووراها نيجاتيف اعرف ان الاثنين دول هشيلهم وحط بوزيتيف عشان شبه بعض. لكن لو لقيت نيجاتيف وراها بوزيتيف او بوزيتيف وراها نيجاتيف شيل الاثنين وحط نيجاتيف عشان مختلفين. يبقى لما تو ساينز يجوا ورا بعض لو كانوا شبه بعض يبقوا بوزيتيف، لو كانوا مختلفين يبقوا نيجاتيف. يبقى في الحاله دي انا عندي 5 هنا، هنا كده نيجاتيف 3 بلس 5 كده، واحده نيجاتيف وواحده بوزيتيف. من خلاص شلت الاثنين دول حطيت بوزيتيف، واحده نيجاتيف وواحده بوزيتيف. جميل. طب المستر قال ان مختلفين نعمل ايه؟ نعمل ماينس. يبقى 5 ماينس 3 ايكوالز 2، والكبيره بوزيتيف، يبقى هكتب البوزيتيف واخد الساين بتاعت الكبيره. هنا كده دي نيجاتيف ودي نيجاتيف، كده يا مستر اصبحوا شبه بعض. طب شبه بعض المستر قال لي نعمل بلس، او 4 بلس 5 ايكوالز 9، والساين بتاعتي بتكون نيجاتيف عشان ناخد الساين بتاعته. هنا عندي دي بوزيتيف ودي بوزيتيف، يبقى هعمل لهم بلس شبه بعض، 5 بلس 4 ايكوالز 9. تمام؟ تمام، سهل جدا وبسيطة جدا جدا جدا. تعلمنا الساين، لما يكون الساين شبه بعض هما الاثنين بعمل لهم بلس، وباخد الساين بتاعت الكبيرة برضه. يعني هي باخد الساين بتاعتهم بتاعت الكبيرة لان كده كده شبه بعض. طب لو هما الاثنين مختلفين بعمل ماينس واخد الساين بتاعت الكبيرة. ولما يجوا تو ساينز ورا بعض، يعني اشارتين ورا بعض، علامتين ورا بعض، بلس بلس او ماينس ماينس او بلس ماينس ماينس بلس، لو كانوا شبه بعض بيدوا بوزيتيف، بشيلهم احط مكانهم بوزيتيف، لو كانوا مختلفين بشيلهم احط نيجاتيف. السيشن دي مهمه جدا جدا جدا، يا ريت نركز عليها كويس جدا جدا. كده خلصنا السيشن بتاعتنا، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. اشوفكم على خير ان شاء الله بقى السيشنز في كورس تاسيس ماث بريب 1. باي باي حبايبي الشطار. لا تنسوا جروب التليجرام، سيبه لكم في صندوق الوصف. السلام عليكم.